للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي السيد داود شهاب. سيد داود، بداية لو تطلعنا على خلفية قصف الاحتلال الصهيوني لنقطة المراقبة التابعة لسرايا القدس. الصوت غير واضح أخي، الصوت ارفع الصوت قليلا. أستاذ داود شهاب، بداية أرحب بك. ماذا عن استهداف نقطة المراقبة التابعة لسرايا القدس، ماذا تهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا هذا في إطار التصعيد العدواني من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. الاحتلال واضح أنه ضاق ذرعا، لم يعد قادرا على مواجهة مسيرات العودة، وبالتالي هو يسعى إلى الانتقال نحو مواجهة عسكرية. في هذا السياق تتكرر يعني الاعتداءات الإسرائيلية بشكل دائم على المواقع الفلسطينية، سواء كانت مواقع مدنية أو مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية. في تصريح لكم يعني قلتم انكم لن تتخلوا عن حق الرد، يعني ما شكل هذا الرد؟ يعني هل اتخذتم قرار الرد على هذه التجاوزات من قبل الاحتلال؟ يعني اولا الحديث فيما يتعلق بشكل الرد وطبيعه الرد لا يمكن ان يكون عبر وسائل الاعلام، لكن بشكل اساسي نحن نقول كفصائل مقاومة فلسطينية بأنه من حقنا الرد على هذا العدوان. نحن نعرف كيف يمكن أن نرد ومتى يمكن أن نرد وأين يمكن أن نرد، وأيضا نعرف كيف يمكن أن نذكر الاحتلال بأنه الشعب الفلسطيني، دماء أبناء الشعب الفلسطيني ليست مستباحة، وأنه بمقدورنا الرد والتصدي لهذا العدوان. دماء أبناء شعبنا ليست مستباحة وليست رخيصة حتى يتم استباحتها بهذه الأسئلة. هناك من يرى أن الحراك السلمي أثر بشكل كبير في الاحتلال، يعني وأن العدو يريد جركم إلى مربع المواجهة، كيف تتعاطون مع رغبة الاحتلال في المواجهة؟ أولا الرد ليس معناه على الإطلاق إجهاض مسيرات العودة يعني، والرد ايضا ليس اننا ذاهبون الى حرب توقف مسيرات العوده. هذا ما يريد الاحتلال، يريد ان تصل الامور الى تصعيد ومواجهه عسكريه مفتوحه او الى حرب مفتوحه حتى تتوقف مسيرات العوده. ولذلك احنا قلنا بانه الرد لا يعني ابدا التخلي عن خيار استمرار مسيرات العوده التي وضعت الاحتلال في مأزق كبير، يريد اليوم أن يخرج من هذا المأزق عبر المواجهة، الذهاب نحو مواجهة عسكرية. نحن نقول بأنه الرد وكيفية الرد، المقاومة لديها من الذكاء ومن الحكمة ومن القدرة على إدارة هذا الصراع دون أن يتحقق للاحتلال مبتغاه من وراء هذا التصعيد. بمعنى أنه ليس الاحتلال هو من يحدد كيفية وطبيعة وتوقيت الرد، نحن من سنحدد إن شاء الله تعالى. هناك حديث أيضا عن مفاوضات لتبادل أسرى مع الاحتلال، هل من أخبار عنها وما موقفكم منها أيضا؟ كل ما يتردد من معلومات حول هذا الموضوع تتناقلها وسائل الإعلام وتروجها وسائل الإعلام الإسرائيلية على وجه التحديد، الهدف منه يعني إحداث بلبلة وخلط للأمور في المنطقة. كل ما يتناقل الإعلام الإسرائيلي حول هذا الموضوع غير صحيح بالمطلق. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامية الأستاذ داود شهاب، معنا كنت من غزة.